هو إجابة صاحب الفضيلة أن السائل يقول: هل يجوز للإنسان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يسمح لهن بذلك؟ هل يجوز للإنسان زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث يسمح لهن بذلك؟ لا، ما يجوز ولا يسمح لهن بذلك، إنما سمح لهن بالصلاة في الروضة فقط، ولا يسمح لهن يذهبن إلى القبر، ممنوعات، لكن اسمحوا لهن إنهن يصلن في الروضة فقط ليحصلن على الفضيلة. نعم.